المثيري، نائب رئيس تنفيذي لشركة برايت إيفنتس. ببساطة المؤتمر هو مؤتمر شبابي، عبارة عن 12 متحدث من الشباب الناجحين بالكويت، تجارب ناجحة صارت لهم في البزنس. في ناس ناجحة في بزنس يعني خارجي ومحلات، في ناس ناجحة على الانترنت. راح يعني يورونا صورتهم وبدايتهم شلون صارت، اللي فشل من أول مرة واللي نجح من أول مرة، وبعدها راح يكونون معنا 8 فايزين يتعلمون بشكل خاص من هذول المتحدثين في طريقة بدء أعمالهم من الصفر إلى نهاية العمل وابتداء العمل الرسمي إن شاء الله. مستمرين معاكم مشاهدينا، وموضوعنا الحين راح نتكلم عن The Story Youth Seminar، وهو موضوع راح يكون عن أول مشروع لشركة إيفنتس، وهو مشروع خاص ينقل تجارب بعض العاملين في المشاريع التجارية الناجحة واللي اشتهرت أيضا واللي اشتهرت أيضا أسمائهم في السوق المحلي الكويتي، وحققوا نجاحات كبيرة والاستفادة منها لأصحاب المشاريع الجديدة الصغيرة. راح نتعرف معاكم أكثر على هذا المشروع بعد ما استضفنا ضيوفنا داخل الاستديو حتى نستفيد منهم والشباب أيضا يستفيدون منهم. معنا الأستاذ محمد البصيري، مدير شركة مداين وهو الراعي الرسمي للحدث. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور يا هلا. وراح يكون معنا ايضا الاستاذ ثامر ابلو، هو نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات العامه والتواصل في برايت ايفنتس. مساء الخير استاذ ثامر. مساء الخير، حياكم الله. وايضا معنا الاستاذ راح يكون سليمان الغريب من رابطه جامعه الخليج، وهو رئيس اللجنه الاجتماعيه بهذه الجامعه. مساء الخير استاذ سليمان. مساء الورد يا حبيبي، حياكم الله معنا. الله يحييك. مساكم بالخير وحياكم الله. ويمكن مشاهدينا ترى اليوم عندنا سحب من الجماعه وجوائز، ان شاء الله نتعرف على جوائزهم وتعرف ان شاء الله من سعيد الحظ معانا في هذا المساء. نقول مبروك مقدما. استاذ ثامر مساء عليك بالخير مع الاستاذ الافاضل، حياكم الله، اهلا مرحبا فيكم استاذ محمد واستاذ سليمان. لكن البدايه معاك استاذ ثامر، يعني ليش تم تاسيس هذه الشركه وشنو الهدف منها؟ طبعا شركه برايت ايفنت هي شركه كويتيه شبابيه، تهدف لاقامه نشاطها انها تهدف لاقامه المعارض والمؤتمرات باشكال مختلفه عن اللي احنا كنا قاعد نشوفه بالعوام اللي طافت. فكرنا احنا الاربعه اللي احنا خلينا نقول ثامر ابل، عمر القديري، اسامه سريع، ومحمد العيدان، ان احنا ليش ما نخوض العمل في قطاع الاعمال الحره، في مجال قطاع الاعمال الحره. فاسسنا هذه الشركه لان احنا اوريدي صار لنا فتره من خلال ما اشتغلنا نشتغل في قطاع العلاقات العامه، تنظيم المعارض والمؤتمرات، التسويق، الدعايه والاعلان والشغلات هاي، فهذا مجالنا من ايام ما اشتغلنا من ايام الجامعه بالانتخابات، ما انتخبت الشغلات هذه. فجينا قعدنا استشرنا بعض، قلنا خلينا نسوي هذه الشركه تنظيم معارض مجالنا ونخدم فيها بعد الفئه الشبابيه، لان ودنا احنا نطبق الافكار اللي ببالنا بطريقه مختلفه ونوصلها حق الناس بشيء غير التقليدي. هذه يعني كذي. جميل. استاذ ثامر ذكر لنا يعني بدايه تاسيس الشركه وشنو كان الهدف منها، لكن استاذ محمد شلون كانت رعايتكم او توجهكم لرعايه هذا المشروع؟ بعض الناس تقول والله انا ما ارعى شيء معين الا ما احس من وراه مثلا فائده للمجتمع او مثلا للشباب، انتم شلون اخترتوا هذا المشروع لترعونه؟ صحيح. احنا في البدايه اول ما سمعنا عن مشروع او السيمينار اللي قاموه شباب شركه برايت ايفنت، مشكورين على التنظيم الرائع اللي سووه خلال يومين اللي فاتوا من الاسبوع اللي طاف، صراحه صرينا نشارك، ما همنا صراحه المردود اللي يجينا من المردود التجاري من السيمينار نفسه، لكن حبينا احنا نكون جزء من هذا المشروع والسيمينار لان المشاركين فيه جميعهم متميزين بمجالاتهم المختلفه، من صاحب مطعم لصاحب شركه دعايه واعلان لاصحاب مواقع تواصل اجتماعي. فصراحه احنا حبينا الفكره من البدايه يعني من قبل انطلاقتها، فكلمنا الجماعه تواصلنا معاهم، ايماننا بمسؤوليتنا الاجتماعيه تجاه الشباب ودعم مشاريعهم حرصنا على هذه الرعايه. مو مهم احنا بالنهايه هل احنا نستفيد ولا لا، اهم شيء المجتمع والطلبه اللي حضروا ويستفيدون من تجارب الشباب اللي خاضوها، وهذا اهم شيء كان بالنسبه لنا. جميل. ممتاز. مشاريع الأمانة مميزة جميلة، دعم شبابي من الشباب نفسهم، تفكير جماعي، فهذا الشيء جميل. رابطة الخليج ممثلة بالسيد سليمان الغريب، قواكم الله. الله يقويك. لكن نبي احنا عارفين شنو دوركم في هذا الجانب، لكن ودنا نعرف أيضا المشاهد الكريم والشباب اللي تابعونا
من الجنسين بالتأكيد، شنو هو دور رابطة الخليج؟ أول شيء نشكركم، تشكر. أول شيء طبعا نشكركم على الاستضافة الجميلة. رابطة طلبة جامعة الخليج دائما كانت تحتضن المشاريع الشبابية، صحيح. ومثل ما تفضلوا الشباب أستاذ ثامر تقدموا في أنه يجون يكلمونا في أنه عندهم مشروع شبابي اللي هو المؤتمر ذا ستوري. مؤتمر ذا ستوري مشروع وايد جميل يشجع الشباب. طبعا هذا الأمر واحد من أهم الأمور اللي عندنا إحنا كرابطة، إحنا ندعم المشاريع الشبابية. طبعا أول شيء نحاول إن إحنا نفيد الطالب من ناحية أولوية أولية الدرجة الأولى بالضبط، وبالناحية أكبر المجتمع الكويتي نفسه. اليوم مثل ما أنتم شايفين إن المجتمع الكويتي يحارب الشاب فيه إذا حاول إنه يتقدم في مشروع، لكن إحنا كرابطة كشباب مثل ما إحنا شايفين الشباب الآخرين إنهم عندهم مشاريع ثانية وقاعد يشتغلون عليها، نحاول إن إحنا نساعدهم بشتى الطرق. والله الحمد نتمنى ان احنا نكون ان شاء الله بيضناه ويا الاساتذه. جميل، لان ما شاء الله يعني اليوم راح تسحبون على اسامي الفايزين اللي كانوا مشاركين. طب ثامر، بدايه قبل ما نسحب كلمنا عن كيفيه اختيار المتسابقين الى ان انتم اليوم راح تسحبون عليهم. اوكي، انا قبل ما اقول لكم على المتسابقين راح اقول لكم اول شيء شنو هو ذا ستوري، شنو هو؟ احنا مجلين السؤال ذا ستوري. مجلين تبونه بعدين يعني؟ بعدين قلنا ايش اخترتوا الفائزين واسحب معنا خمس اسامي عشان الوقت ياخذ. خمس اسامي، اوكي. احنا طبعا الفائزين نقيناهم من شكل عشوائي، راح يتم السحب الحين من الحضور اللي حضروا ذا ستوري سيمينار اللي هو كان على يومين. الجائزه عباره عن ان هالثمن او 10 اشخاص اللي راح نسحبهم راح يحضرون مثل خلينا نقول كورسات مع السبيكرز المتحدثين اللي جاوا قدموا عندنا البرزنتيشنز، يعلمونهم شلون يسوون بزنس يعني بطريق بمختلف قطاعاتهم، اللي هو كان عنده شركه دعايه واعلان، ولا اللي كان يشتغل بالسوشيال ميديا، ولا اللي عنده مطعم، ولا 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 ولا. ها، بلقاء خاص شخص. لقاء خاص، لقاء خاص بروحه يروح عنده، راح يقول لهم كل الاسرار، كل اسراره شلون ياسس، شنو العراقيل اللي حاشته، كذا كذا شغلات هذه. كم راح تختارون ان شاء الله؟ 10 اشخاص. حلو، نبلش مع اول خمسه وانت تكلمني تقول لي اوكي كيفكم اللي يريحكم. تعطي تسحب واحد وبعدين اذا استاذ محمد وراك. انت الحين ماسك مشروع تبي تسحب، انا ما راح تسحب، حطني انا بس. لا مو عين حق المشاهد، بالعكس الجماعه بالعكس فوق كل الشبهات، يعطيهم العافيه على جهدهم المبذول، لكن للشفافيه من هذا الجانب. وانت اللي راح تبتدين يا غاده بالسحب اول واحده، زين؟ خلاص، اول واحد يفوز النص بالنص، كل المعلومات اخذها. طبعا مو بس هذه الجائزه، الجائزه هم فيها شق ثاني اللي هو تكرمت عندنا جامعه ماسترخت اللي هي الكيم بي اس، والشركه التابعه لها اللي هي ريتيل اكاديمي، وعطونا اربع كورسات معتمده. طبعا هو متلزقين شوي، متلزقين الورق، فحاول اربع كورسات معتمده تخدم الطلبه او الاشخاص اللي ودهم يسوون سمول بزنس، مشاريع صغيره، سواء كان تخرج او بعده ما تخرج، يعني حتى تنمي فيه فكره وتطور انه هو يسوي المشروع هذا، اللي هي عباره عن شنو؟ جنرال بزنس كورس، وعندنا انتروداكشن انتو كواليتي مانجمنت، وعندنا انتروداكشن انتو ريتيل واوبريشن. فهذه الكورسات اساسا تشجع الواحد انه هو مثلا خلينا نقول تفتح تفكيره. ايش تكون مدتها استاذ ثامر؟ طبعا الكورسات مختلفه، في كورس يوم وفي كورسات عندنا ثلاث ايام وفي اربعه ايام. حلو، هي تكون مكثفه مكثفه ينزل لسوق العمل عملي ومعتمده. مو ان اي كورسين، فانت ما بالك انه واحد بيسوي مشروع او حتى بيدخل وظيفه وهو عنده ثلاث اربع كورسات. صحيح صحيح. نعم. حلو، نبلش السحب. انا حاولت افرق قد ما اقدر. راح يردون يلزقون ونرجع نشوف. فغاده تفضلي. شوفوا مشاهدين اوكي كيفتش. اول واحد راح يطلع، راح اخذ معاه نص بنص حق كورسين. ريتش كورسين لا راشد، كم لزقني يا راشد؟ شو اسوي؟ انا قلت اللي قدرت عليه يا غاده. اول اسم طبعا بنات راح تكون تهاني المرشود. تهاني المرشود، الف مبروك يا تهاني، وان شاء الله اسمع عن المشروع، يكون مشروع ناجح وتستفيدين من هذه الكورسات. طيب، هذا ثاني اسم ان شاء الله معانا، بس بشكل سريع حتى نستغل سر ضيوفنا. روان اشكناني. روان اشكناني، تسحبين وين كاميرتنا؟ هذه هني. اوكي، هذا روان اشكناني، سحبي اسم أوكي. ثاني غاده. اليوم طلعوا اثنين. يلا اوكي، الاسم الثالث راح يكون نور الهاجري. نور الهاجري هذا الاسم أوكي. الثالث والرابع دام في ايديني مره واحده. ثاني بقول ما في ولد.
حسن الجاركي، حسن الجاركي فاز ويانا بالكورسات لهذه الرابعة. خلينا نشوف الخامسة هنا، اسم الخامس ونرجع نكمل أسئلتنا. الخامس أيضا روان المعوشرجي، هذه الكاميرا هنا، روان المعوشرجي هذا الاسم الخامس. سجلت اسماء استاذ ثامر؟ اي موجود اسماء عندك. طيب راح نعيد الاسماء في النهاية ان شاء الله بعد شوي نعيدهم كلهم. خلينا نكمل. حلو. طيب استاذ ايضا استاذ محمد، خلينا نتكلم على شركة مداين، ها دور هذه الشركة في هذا الجانب. اي نعم، احنا في البداية شركة مداين للمقاولات هي شركة متخصصة في بناء فلل السكن الخاص والمشاريع الإنشائية. كوني أنا شاب ومدير شركة مداين، أحرص دائما على دعم مثل هذه الإيفنتات اللي تحصل في الكويت، وكانت بدايتنا مع شركة إيفنت برايت إيفنت، مشكورين صراحة على هذا التنظيم. وإن شاء الله بخططنا للسنة القادمة في مشاريع إن شاء الله راح نرعاها متخصصة بالشباب، لأن مرينا إحنا بتجارب. ما شاء الله أنت المدير؟ اي نعم. شوفنا وظيفه وياك يا محمد. حاضر بنشوفك. بعد مدير عندنا بعد. الله يسلمك مكانك. الله يوفقك بالعكس. احنا نفرح للامانه. جزاك الله خير. نشوف شباب طموح فعلا، وانا المدير وعندي استراتيجيه وعندك مسؤوليه كبيره. الله يسلمك. شيء ايجابي للامانه. جزاك الله خير. بالعكس احنا من تجربتي انا في تجربتي البسيطه في اداره المشاريع مريت بمشاكل كثيره، يعني من القطاع الحكومي للعراقيل اللي واجهتنا. فلما سمعت عن فكرة ذا ستوري قلت أنا لازم أكون بارت أوف ذا إيفنت، على أساس أن اللي حاضرين يستفيدون من التجارب اللي مروا فيها الشباب ويعني يحاولون أن يبتعدون عنها أو يحلون المشاكل اللي تواجههم. المشاكل اللي تواجههم. فهذه كانت فكرة رعايتنا لذا ستوري، وإن شاء الله الشباب هذه بدايتهم وإحنا راعينهم للأبد إن شاء الله. حلو. الأسامي اللي سحبنا عنها أكيد كانت مشاركة معكم أو تواصلت معكم أستاذ سليمان عن طريق تواصلكم أنتم مع الناس اللي حابين يشاركون. شلون كان هذا التواصل؟ هل بلغتوهم عن طريق مثلا الجرائد، الإيميلات، التويتر؟ شلون تواصلتوا معهم وبعدين يولكم واليوم سحبنا عليهم؟ هو للأمانة طبعا احنا طريق التواصل اللي دورنا كان فيه كرابطة، كنا نبلغ الطلبة عن طريق الإيميل أو عن طريق التويتر والإنستغرام. طبعا هذه الأكثر يعني الأماكن اللي كنا نقدر نتواصل فيها مع الطلبة، وطبعا مكتب الرابطة اللي بالجامعة أيضا موجود. أغلب الطلبة لما ندز لهم إيميلات كانوا يسألوننا أيضا شنو هالإيفنت، شنو هالمشروع. الناس كانت الأمانة متحمسة، لكن الدور التسويق ككل حق المؤتمر كان من دور شركة برايت إيفنتس. كان هم يعني أستاذ ثامر يقول. أستاذ ثامر هو اللي كان مسؤول عن. مستمر هذا المشروع للحين ولا خلاص؟ لا هو خلص، هو كان الأسبوع اللي طاف على يومين السيمينار. في مرة ثانية قريبة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله على قولتهم هذا the story number one وthe story ما راح توقف إن شاء الله، دائما في عندنا stories. يعني كل سحب راح يكون عندنا هنا في الرايد. إن شاء الله بإذن الله نتشرف. حياكم الله. مشروعات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. يعني عامة الناس كلها تحب، أكيد الناس كلها دائما تحب المشاركة في النجاح. لكن أستاذ ثامر خبرني شلون كانت يعني لما حسيت ان الكثير من الناس حابين يشتركون في هالشغله، الناس اللي يو عندكم هل كان تواصلهم معك انهم حابين كمشروعات صغيره يبدون فيها، ولا من باب ان المعرفه ان هل هناك مشاريع في احد يخدمهم فيها، او مجرد انهم بحثا عن فرص عمل؟ هو مو بحثا عن فرص عمل كثر ما الناس، ما تفضلتي حضرتك بالبدايه قلتي ان يبون يعرفون شلون الجماعه هذول بلشوا مشاريعهم، بلس ان انا عندي فكره بس ما عندي اللي يدلني الطريق الصح ويقول لي شلون انا امشي على الدرب ان انا اسوي مشروع ناجح. صحيح. فولله الحمد الجماعه اللي جاوا قدموا لنا السبيكرز، يعني اذا ما في مشكله اذكر اساميهم. اوكي، اللي هم الاخت حصه الحميضي، حسين العلي، داود معرفي، بدر المنصور، فاطمه العثمان، زيد الميلم، فرح الحميضي، محمد الضبيب، علياء العثمان، احمد الماجد، خالد الروضان، وحمد العلي. 12 اسم ما بين شباب وبنات كلهم مشاريعهم خاصة فيهم، يعني اللي عنده سوشيال ميديا، بزنس، مطعم، ايجنسي دعاية وإعلان. في واحد من الجماعة اللي هو ميال المنصور ياخذ خلينا نقول السكراب ويقلبه تحف، يسوي لك عود من حديد مطوط. بدر المنصور يعني الفن اللي قاعد يسويه، الفن اللي قاعد يسويه ريسايكل، قاعد يخدم بيئه ومجتمع وبزنس بنفس الوقت. حلو. فيعني شغلات وايد حلوه. سحب معك سحبنا الاسم مشاهدينا خليل الحمر.
هو رقم 6 من المشاركين خليل الحمر. حلو، نسحب 7. لا لحظة خليها هني ملزقين. لا ملزقين شو سوي ما عليك. هذا أيضا رقم 7، من هو غادة؟ رقم 7 شوق الأنصاري. رقم 7 شوق الأنصاري. طيب رقم 8 نسحب الحين، بس حب من 8 لا 10. أوكي مرات هم 10 صح؟ ايه. هذا رقم 8 مي المطوع، هذه هي مي المطوع رقم 8. ورقم 9 رقم 9 كذا 9 ثامر؟ ايه رقم 9 لستتين. يعطيك العافية. أحمد عرب رقم 9 أحمد عرب. أنا الاسم الأخير عشان يقول إنه آخر فرصة له، وآخر فرصة لمتسابق. نسحبها من آخر شيء وبعد ملزوق ونشوف حظ. نشوف آخر واحدة. أنت أوكي حاضر هات تفضلي. صراحة هي بلشت هي تختم. أيوة أنت قريت أفكاري صحيح. هو لأن أعطاني فرصة إني أبلش معاهم بعد إذنك يا ود. هذه إن شاء الله لزقة الأخيرة. وطلع خالد المطوع، أنت آخر مشارك راح تستفيد من الكورسات اللي راح يقدمونها إن شاء الله لكم الشركة. خالد المطوع نعيدهم بسرعة مرة ثانية. تفضل. نور الهاجري وحسن الجاركي وتهاني المرشود وروان المعوشرجي روان أشكناني. مرة ثانية، نور الهاجري حسن الجاركي تهاني المرشود وروان المعوشرجي وروان أشكناني. وخالد المطوع خليل الحمر شوق الأنصاري مي المطوع أحمد عرب طبعا راح يشاركون معاكم ان شاء الله. واكيد شاء الله. اول لقاء راح يكون مع الاستاذ محمد عدل ان شاء الله. مكانها مطرحهم بالعكس راح تقولون كل اسرارك. يستاهلون بالعكس، شباب كويتي واحنا يعني فخورين باي شاب يعني يلتحق عندنا بالشركه ونعطي جميع اسرار البزنس والعراقيل اللي واجهناها، بحيث انه هو ان شاء الله يعني تسهل الامور جبالهم مشاريع كثر ما هي الايجابيات يعني. بالضبط. نعم استاذ سليمان من كلمه في هذا الموضوع ايضا سليمان الغريب واللي حاب يتواصل معك. والله الامانه احنا نشكركم طبعا على الاستضافه هذه. الحمد لله احنا كرابطه ان شاء الله نتمنى ان نكون قايمين في دورنا داخل الجامعه وبرا اسوار الجامعه مع الشباب. نعم. كشريحه، لان هذه شريحه الشباب اليوم هي اكبر شريحه في المجتمع. صحيح. والدول ما راح تتطور الا اذا تطور الشاب. فبالنهاية نتمنى احنا هم نطالب الدولة انها تهتم بالشباب. تواصلكم عن طريق تويتر عن طريق الفيسبوك، شلون تتواصلون معاكم؟ احنا طبعا راح يقدرون الناس كلها طبعا تقدر تتواصل ويانا عن طريق تويتر وانستغرام وعن طريق الايميل مثل ما نشوف على الشاشة معاكم. لا هذا برايت ايفنتس. اوكي المهم نتكلم مكان واحد. لا نعم كلمة استاذ ثامر ختام اللقاء. اي والله انا بس بغيت اذا في مجال اقول لكم بعجالة شنو هو كان ذا ستوري؟ اوكي ذا ستوري هو قصه الشباب اللي لاقوا نجاح في مشاريعهم انه يفيدون الحضور بشنو كانوا عراقيل او ايجابيات او سلبيات لقوها. فاتمنى ان شاء الله ان احنا قدرنا نوصل المسج هذا حق الشباب ونفيدهم انهم ونشجعهم انهم يسوون مشاريع مستقبليه. واشكركم واشكر المشاهدين. شكرا لكم ما قصرتوا. كل الشكر لك استاذ ثامر ابو للجهه المنظمه للسيمينار، والشكر موصول لك الاستاذ محمد البصيري مدير شركه مداين والراعي الرسمي لهذا المشروع لهذا الحدث، وايضا الشكر موصول لك استاذ سليمان الغريب من رابطه جامعه الخليج. كل الشكر لكم. شكرا. يعطيكم العافيه.